هذا السائل يقول: اشرحوا لي آية الكرسي في قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية هي آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله عز وجل لما تشتمل عليه من أسماء الله وصفاته، وهي ثمان جمل: الله لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق سواه، الحي، الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص، لا موت ولا نوم ولا سهو ولا غفلة، حياته كاملة سبحانه، الحي القيوم، القيوم، وفي قراءة القيام وهي صيغة مبالغة، أي القائم بشؤون عباده والتصرف في مخلوقاته سبحانه وتعالى. قال العلماء: فالحي هذا يتضمن صفات الذات، والقيوم يتضمن صفات الأفعال، فهو القائم بأفعال بمصالح عباده، والقائم بشؤونهم، والمتصرف فيهم على وجه الكمال والإحاطة والتمام. نعم. لا تأخذه سنة، وهي أول النوم، ولا نوم مستغرق، لكمال حياته سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي جاء في الحديث أنه موضع القدمين، وهو غير العرش، العرش أعظم من الكرسي، العرش أعظم من الكرسي، والكرسي وسع السماوات والأرض، فكيف يكون العرش؟ هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى من عظمته وسعته. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده، أي لا يكرثه ولا يثقله حفظهما، أي حفظ السماوات والأرض ومن فيهن، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي، العلو المطلق له سبحانه، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهو العلي العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى. نعم. الإجابات المختصرة لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان.